جواز خلصنا بعد ما فاجأنا أنس وانصدمنا هيك، تركته مع مصطفى لا طبعا. فرحت أنا وبنت خالتي العروس، طبعا هي هلا رح تكون عروس، فطلعنا انا وياها لحالنا، قعدنا عم نجهز تجهيزات العرس وهيك. فبس نخلص، طبعا نحن رياضه طالعين لحالنا باي ذا واي، بدك يمكن العيله لحالها، رح نخلص من هون بعدين رايحين بدنا نعمل حنه، يمكن هاي ثالث مره بحياتي بعمل حنه، نروق شوي نروق شوي، فبعدين كمان بدنا نجيب قهوه، وهلا داخلين على نيويوركر بتشتري كم شغله لها. فهيك بنكون جهزنا، شبه جهزنا للعرس، العرس كمان يومين ثلاثه اي ثينك هيك شيء. ف متحمسه كثير وهيك عايشين اجواء انه نحن لحالنا، حرفيا نحن لحالنا عم نطلع. فايز هاي جايز، كيفكم؟ جيت انا على الصالون وسويت حنه، بدي اورجيكم قديش الديزاين حلو، بس اول شيء بدي افرجيكم مين قديش طالعه حلوه، مع انها لابسه بيجامه، بس شوفوا ما شاء الله الجمال، شوفوا شعراتها كيف مسويتها، هلا سويتهم سشوارتهم وغسلتهم، شوفوا حنتها. اوكي سو هي هيك لونها، بس لما بعد بكره او بعد كم ساعه بتغمق بتصير بنيه. هلا حتى اول ما شفتها على فكره كان لونها افتح، بس هلا الحمد لله صار نغمق، يعني صار متاكده بكره يكون لونها حلو. باي ذا واي اللي لابسه جمب سوت وربطته ولابسه من فوق بيجامه، ففرجيني ايديكي اخر مره شوفوا ما احلى. هذا خاتمي بس لانه انا مسويه، بدي اورجيكم حنتي هلا. اوكي وان ترى جايز، عن جد حنت لانا بتجنن. هذا مو لونه بس لسه بدي اقشرها انا. لسه لسه انا شفت، يعني هي بصراحه عجبتني، توقعت ذوق كثير حلو. هو هلا لي ما اخترت الديزاين، لا انا قلت لها هي تسوي لي، بس انا مقتنعه فيه الحمد لله. يعني انا طلعت صور بس حبيت تكون هاي الايد سمبل، هاي الايد فيها هيك كثير حلو، بس هاي كثير حلوه. هلا كانوا العيلة بدنا اسوي لهم، بس انا بصراحه انا ما كثير بحب، حتى انا ما قلت لي اسوي، وبحس وقت البقلي انا، فقلت بكفي عم فكر اسوي برجلي هون، بس مو عارفه فتحه الفستان يمين ولا يسار. لا مشكله انا كمان مو مصوره الفستان، يعني ما مصوره، يعني ما عارفه ايش اسوي صراحه. فشو رايكم؟ اعطوني رايكم بالحنه. انا صراحه نفسي كثير كثير حبيته، عن جد كثير بقلك. اضافه كنتوا جهزتهم من وقت السفر؟ انا كمان يس لاف يو اول. وكمان شغله، كونوا جاهزين لفساتين العرس، كيف متحمسه احكم كثير حلوين. واو عن جد حلوين، لا فعلا حلوين. ايه رايك لونها؟ ايه لا فعلا افرح حلوه كثير حلوه، مضره شوي. ايه مضره بقول. يلا بس ينشوفوا ونصوركم مرة ثانية. رجعت لكم بعد ما سشورت شعراتي وغسلتهم. صراحة أقول لكم شو صار، امبارح أنا تحممت ماشي وما كنت جايبة معي شامبو، فاستخدمت شامبو اللي بالفندق، هو بكل الجسم والشعر، فشعري حسيت صار خشبة، عشان هيك أنا ولين رجعنا اليوم حممنا شعراتنا. ف اعطوني رأيكم، شعراتي جميلة كثير مبينين، بس إنه شوفوا الحنة. أوكي هيك لونها هلا، بس رح يتغير لون، رح تغمق. وهي إيدي الثانية، كنت اسوي على رجلي بس لا ما سمعت اي صراحه. وانا هلا بسيارتي الاجار اللي هي الميني كوبر، رجعنا على البيت، اشتقت لخالي، صار لي ساعه ونص مش شايفته، فلا بدنا ننتقل على البيت.